قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. يا سلام، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. ده الحديث 15، وبه ينتهي هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال وأحسن الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.